المهام الرياضي كان يفترض ان يكون له دور كبير في تسليط الضوء، سواء يعني يكون مع الرياضه في الضراء وفي السراء، نعم لان اللاعب حقق انجازات تاريخيه لليمن للرياضه بشكل عام، حقق انجازات وارقام قياسيه وميداليات على كل الاسحطه في يعني الاقليميه والعربيه وكل المستويات. اللاعب هذا هو يعتبر يعني سجلتم على هذا. موهوب غير عادي، طيب كان لماذا يستطيع لا الوصول. يا كابتن رضوان لم تعلق نعم الاتحاد لم يعلق على الحدث، يعني نعم أسباب الهروب انا جاي لك، انا جاي لك وخسارة لاعب؟ في يا انا جاي لك في الحديث يا استاذ. اتفضل اتفضل، الدقائق معدودة معنا. اللاعب طبعا شارك في بطولة العالم في المجر، وطبعا حقق افضل نتيجة اسيوية بالنسبة للاعبين في سباق 800 متر. وبعد انتهاء البطولة هناك من دل على انه يروح الى المانيا لترتيب الوضع هناك، فتواصل معايا وقال لي يا كابتن انا قررت اروح الى المانيا على اساس اشوف مستقبل افضل، لانه الرياضة اليمنية لم تعطيني ما استحق ماذا قلت ومستقبلي له؟ في الرياضة. ها؟ وبماذا قلت له أنت؟ لحظة، قال لي اروح اشوف وبعدين اقرر. انا معروض علي العب في احد الاندية هناك، فاذا كان الوضع هناك افضل من قطر فسوف استقر في المانيا واتدرب واشارك في الاولمبياد. واذا لم تاتي الفرصه ولم يعني اوفق فسوف اعود الى قطر واستمر زي ما كنت. واما بالنسبه للتدريب فانا متواصل فعلا، وهو لحتى الان انا ازود بالبرامج التدريبيه على اساس انه يستعد لاولمبياد باريس إذا سنحت الفرصة.